كل سنة وانتم طيبين. خلاص حلاوة المولد موجودة دلوقتي قدامنا، انواع كتيرة ومحلات كتيرة. مش عايزة اكون بقى كل مناسبة بطلع كده اقول لكم ايه، لا ما تاكلوش ده، ما نكترش من ده، بالعكس احنا هناكل وهنتبسط، بس هنفهم مع بعض بسرعة جدا ازاي ناكل منها ونتبسط منها من غير ما يكون في اي ضرر على جسمنا. الاول دي اول حاجة واهم حاجة، يا ريت تختاروا المصدر اللي تجيبوا منه حلاوة المولد. ليه بقى؟ اولا حلاوة المولد دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكسرات وسكر وملح. مش كلنا عارف انه حلاوة المولد بيتضاف لها ملح وبيتضاف لها كمان مواد حافظة والوان صناعية في محلات معينة، فناخد بالنا ان احنا نجيب من مصادر موثوقة علشان نتجنب ان هما يكونوا حاطين الوان صناعية او مواد حافظة. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى، طيب هي فيها مكسرات، طبعا المكسرات دي فيها دهون مفيدة، حلو جدا، بس انا لو خدت كمية زيادة عن حاجة جسمي هتضرني، والسكر الكتير قوي برضو لو هي مسكرة قوي دي برضو هتضرني، فلازم اكون بفكر في الموضوع ده. طيب دلوقتي حلاوة المولد انواع كتيرة جدا، الحمصية واللوزية والبندقية، طيب هل كلها سعراتها الحرارية زي بعض؟ لا مش كلها زي بعض. اعلى واحدة في السعرات الحرارية ودي من المفاجآت، السمسمية والبندقية. السمسمية غريبة قوي، يعني اولا السعرات الحرارية في معلقة السمسم من 50 ل 60 سعر حراري، دي بقى عبارة عن سمسم وسكر وسمسم كتير قوي، يعني عشان نعمل بارف هنحط سمسم كتير قوي، فبنلاقي في الاخر ان السمسمية من الحاجات اللي سعراتها الحرارية عالية جدا، برضو من الحاجات اللي سعراتها الحرارية عالية او اللي ممكن تتسبب في انه يحصل تخزين للدهون السودانية اللي هي من الفول السوداني. ليه؟ لانه الفول السوداني اصلا غني بالدهون جدا، عشان كده بيتعمل منه زبدة الفول السوداني، هو من اكتر الحاجات اللي الزبدة بتاعته غنية بالدهون، تبقى كريمي قوي كده. فالفول السوداني بيبقى سكر كتير ودهون. في على فكرة كل المكسرات دي مفيدة للجسم، بس احنا دلوقتي بنتكلم في انه الحاجات دي معمولة بالسكر، فما ينفعش اكل منها كتير، وما ينفعش بقى اقول ده اسبوع فنخلص حلاوة المولد علشان نتبسط ونبقى احتفلنا وبعدها بقى ايه نبقى نظبط. الخطورة في ان انا الاسبوع ده اكل براحتي من حلاوة المولد، بالعكس ايه المشكلة يعني لو حلاوة المولد حافظنا عليها، واحنا دلوقتي الجو كويس فهي مش هتبوظ بسرعة، وعلى مهلنا كده ناكل فيها اسبوعين ولا حاجة، ناخد وقتنا ناكل حاجة بسيطة. طيب مهم جدا ان احنا نعرف انه ليه احنا لما بناكل حاجات مسكرة بنبقى مبسوطين. ده مرتبط بهرمونز معينة بتخرج في جسمنا بتخلينا مبسوطين وبتخلينا عايزين منها تاني كمان، لانه نسبة السكر في الدم لما بتزيد الحالة النفسية بقى كمان، المخ خلاص فيه سكر واصل لكل الخلايا، فالحالة النفسية حلوة جدا، فبلاقي نفسي بقى لما الحالة دي انا مرتاح كده لما اكلت حاجة مسكرة، بعدها بشوية لما نسبة السكر دي بتتأثر تاني لما بيتم استهلاكها، انا عايز تاني حاجة مسكرة، او حس ان انا زهقان، او حس ان انا مش عارف اخد نفسي، فببقى عايز اخد حاجة مسكرة تاني علشان تحسسني ان انا ايه باخد نفسي بنفس الطريقة وبنفس الاريحية ومودي حلو جدا. فما نعودش نفسنا على الحاجات المسكرة، لان ممكن تكون حلاوة المولد بتاعت السنة دي هي السبب ان انت تعود نفسك طول حياتك على حاجات مسكرة كتيرة. يا رب كون غطيت الموضوع كله. السعرات الحرارية بقى لو قلنا باختصار، واهم حاجة ايه اقل حاجة في السعرات الحرارية اقلهم هي جوز الهند، حلاوة جوز الهند دي بتكون سعرات الحرارية الى حد ما قليلة، يعني فيها 300 سعر حراري، مش قليلة طبعا، بس اقل من السمسمية اللي بتوصل لحد 700 سعر حراري، فهي دي الفكرة. برضو النوجة سعراتها الحرارية عالية، بالذات اللي هي بالمكسرات فبتوصل ب 550 و 600 سعر حراري، الفولية بتكون حوالي 600، يعني كله في الرينج بتاع الايه 300 400 500 600، فلازم ناخد بالنا. طب الحل بقى، ودي اهم وده اهم جزء في الفيديو، هل احرم نفسي من حلاوة المولد؟ لا مش هنحرم نفسنا من حلاوة المولد، بس احنا هنختار الوقت اللي ناكلها فيه، يعني لما هناكلها من 10 للساعة 2-3 الوقت ده بيكون الحرق فيه كويس جدا، ونفس اليوم اللي انا اكلت فيه حلاوة المولد، وطبعا يعني هاكل قطعة واحدة لان هي بتمثل وجبة على فكرة، يعني هي تعتبر يعني سعراتها الحرارية عالية، نفس اليوم ده بقى امنع سكريات وامنع نشويات في نفس اليوم علشان ما بقاش
اديت جرعه عاليه من السكر في الدم مره واحده، فنتبسط بيها. بس زي ما بنقول، لما نلخبط في حاجه نظبط في حاجه تانية. نتمشى بقى اليوم ده، نشرب ميه اكتر، نشرب شاي اخضر، الحاجات دي هتفرق قوي معانا. وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد عليكم وعلينا كل الاعياد كل الايام الحلوه، ونقدر نحتفل بيها ونتبسط بيها بسلام وامان من غير ما نأثر على صحتنا. لانه احنا لو احتفلنا واتبسطنا ويعني عبرنا عن الانبساط ده بس بالاكل، هنلاقي نفسنا بندفع الثمن بعد كده في دهون اتخزنت، في نسبه كوليسترول عليت، في سكر الدم انه اتلخبط، كل الحاجات دي بعد كده هنلاقي نفسنا بنرجع تاني عايزين نقعد نركز علشان نظبطها. فنركز من الاول في الكميات. متشكره قوي ان انتوا بتسمعوني، واسفه لو طولت عليكم، وكل سنه وانتوا طيبين.